السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايها المشاهدين الكرام، مرحبا بكم مره اخرى في فيديو جديد موضوع جديد مع فيصل مدن في قناه فيصل برشلونه. ايها المشاهدين الكرام، دائما وابدا معكم في حديث الساعه، وانطلقوا اليوم في هذا الفيديو ثلاث مواضيع اساسيه. الموضوع الاول الا وهو بلجيكا، وخبر صار بالنسبه للجاليه المقيمه بلجيكا غادي يرفعوا جميع القيود ابتداء من هذا التاريخ، هنيئا لكم. وكذلك الخبر الثاني، عقدتوا على قافله الحريه بكندا، كيبيك بكندا تعلن خبر صار عن الكمامات والجوازات، وغادي نتقاسم معكم الخبر. والخبر الثالث الا هو من كينيا، كينيا تعلن عن تفشي الحمى الصفراء، وهذا مرض جديد ومشاو فيه العديد من الضحايا. الله يسرنا ويسركم هذا المرض. هذه ثلاثه النقاط الاساسيه اللي نطرقوا ليها ان شاء الله باذن الله. ولكن ما ننساوش واحد الحاجه ايها المشاهدين الكرام، الا وهي البارتاج للايك على اوسع نطاق، ذلك فضلا وليس امرا. واللي بغى يشارك معنا في القناه مرحبا به، واللي ما بغاش يشارك معنا في القناه كذلك مرحبا به، حنا ولاد الدار الكبيره. وندخلوا في الموضوع، خير الكلام ما قل ودل. ملي كيكون شي خبر صار كنجيبو كنتقاسمو معكم بطبيعه الحال، وفاش يكون شي خبر غير صار كنجيو كنتقاسمو معكم باش نعرفوا الشاده والفاده. ندخل معكم في الموضوع، نبداو معكم ببلجيكا. بلجيكا ترفع كل القيود قريبا ان شاء الله باذن الله. وافقت لجنة كورونا بلجيكية بطبيعة الحال على إنهاء الحالة الطوارئ الوبائية قريبا، لن يضطر أحد إلى إظهار اختبارات أو إثبات التطعيم في العديد من المرافق العمومية، وهذا خبر بحد ذاته. تواصلوا معي الإخوان من بلجيكا، كان الناس بطبيعة الحال كان العديد من القيود، وخصكم تعرفوا بأن بلجيكا وصلت عدد حالات الوفيات إلى 30,000 حالة وفاة منين بدات الجائحة الى هاد الشهر هذا. اش بان لكم باش ماتوا هاد الناس بكوكوعو؟ داكشي غتقولوه في التعاليق بالنسبه للناس اللي هما بلجيكا. نتقاسم معكم الخبر. بما ان عدد الاصابه قالك سيدي حكا ما حكا قل، ابتداء من الاسبوع المقبل وافقت لجنه الكورونا البلجيكيه يعني على انهاء حاله الطوارئ الوبائيه في البلاد، وفي المستقبل تكون أقنعة إلزامية فقط في المستشفيات ووسائل النقل، يعني الأقنعة الماسكاريات الكمامات تكون إلزامية في المستشفيات وكذلك في وسائل النقل. كما أعلنت الحكومة لن يعد يتعين على الناس تقديم يعني داك الاختبار ديال التطعيم أو التطعيم ديال كورونا بطبيعة الحال في العديد من المرافق العمومية. ما عرفتش شحال هادي كانت بلجيكا أنك أي بلاصة كتمشي لها ضروري خص تدي معاك اختبار سي بي اولا الجواز ديال التطعيم. دابا ما بقاوش وغادي يلغيو بطبيعه الحال ابتداء من الاسبوع المقبل. نزيد معكم هنا كنشوف على ان الرئيس البلجيكي تعترف على ان هناك 30,000 حاله وفاه. باش واش كوكو 19 ولا داكشي اللي على بالكم؟ الفاهم يفهم. هنا كنشوف تفكيك القيود بطبيعة الحال، وما تنتيقوش واحد القضيه مزيان، الله يجازيكم بخير. هاد الهدنه اللي يعطيونا راه موراها ما عرف شنو جاي، راه ما يمكنش يعطيك واحد الهدنه هادي. الناس خسروا الملايير على هاد الشيء ويجيو يعطيونا هاد الفتره ديال النقاهه والهدنه والاستراحه، الا انهم تخططوا لنا شي حاجه ماشي هي هادي. والله اعلم والعلم عند الله. هذا من جهه، يعني كنشوفوا على ان بلجيكا ان شاء الله باذن الله يعني هاد القضيه ديال الكمامات في بلجيكا كذلك قال قريبا ان شاء الله باذن الله ابتداء من الاسبوع المقبل كمامات ما يبقاش يستعملوا بطبيعه الحال الا في المستشفيات ووسائل النقل، ويرفعوا جميع القيود ديال كوكو 19 بطبيعه الحال ببلجيكا. هذا خبر صار، رابط الخبر خليك في اول تعليق. ندوزوا الخبر التالي، عقدتوا على قافله الحريه بكندا اللي دار ضجه. انا ما عرفتش كندا كتعيش تحت الصفر وقافله الحريه اللي مشاو الناس ضحاو من الشرق حتى الغرب باش انهم يمشيو امام مقر الحكومه باش يحتجوا على من الغاء التطعيم الغاء الجوازات، ولكن الاعلام ما ذكرش ديك قافله الحريه، ما جبدهاش الاعلام حتى واحد ما دوى عليها ما عدا القنوات الصغرى. وشتو طبيعه الحال الضرب والعصا اللي كلاو دوك الناس ديال قافله الحريه، ولكن كانوا واقفين معاهم العديد
ديال الناس اللي ساهموا معاهم بالمال، فلوس كثيرة من الأكل ديالهم، من المازوط ديالهم، من المبيت ديالهم، وش لا حوايج. وكنشوفوا على ان التدخل الامني في كندا كان شويه قاصح بالنسبه لدوك الناس باش انهم يفككوا داك التجمع ديال قافله الحريه. وطبيعه الحال شفتوا بعد المقاطعات في كندا، لغات الجوازات ولغات الكمامات ورفعات القيود، تما مقاطعات بحال ميريكان، كل رئيس ديال المقاطعه كيدير ما بغى في البلاد ديالو ولا المقر ولا الجهه ديالو. هنا كنشوف على ان كيبيك تعلن عن رفع ارتداء الكمامات، صافي الكمامات حيدوها. يعني ابتداء هنا كنشوفوا على ان اعلنت كيبيك انها مستعده لبدء الى متطلبات ارتداء اقنعه الوجه في الاماكن العامه بحلول منتصف ابريل. يعني ابتداء من منتصف ديال ابريل ما يبقاوش الناس يلبسوا الاقنعه، صافي باي باي الاقنعه وفي جميع الاماكن العموميه ابتداء من منتصف ديال ابريل. هاد القضيه ديال الكمامات انا عندي اليقين واليقين عند الله سبحانه وتعالى على ان ابتداء من شهر الدخل هاد الكمامات مابقاوش يدورو كاع في جميع دول العالم، كلشي يحيدو اي حيدو بطبيعه الحال. داخل الصيف، داخل الربع هنا مسيلي شويه جاي الصيف، غادي يحركو شويه الاقتصاد، لاقاش الاقتصاد كلا العصا، كلشي كلا العصا بطبيعه الحال. ولكن شتهم جايين مرحله الهدنه، يحيدون الكمامات، يحيدون الجوازات، يحيدون هادي، ولكن مور هادشي الله اعلم شنو كاين. هانتوما كتشوفوا دابا على ان كندا كذلك قالت على ان الاقنعه ابتداء من منتصف ابريل هادي حيدوهم بصفه نهائيه. هذا من جهه. نزيد معكم ان شاء الله بحول الله، يعني جميع المرافق العموميه يرجعوا كيف ما كان، رفع القيود، رفع كل شيء، ما يبقاوش يطلبوا الجوازات، يعني المطاعم كل شيء يرجع للروتين ديالو، هذاك لافورو ديالهم يعني اذا كان السعه ديال المطعم كتهز 100% يرجعوا 100%، ما يبقاش 70% ولا 50% وهكذا دوالك. هذا خبر صار في حد ذاته. حتى كما اعلنت الوزاره ايضا عن رفع استخدام جواز السفر ديال التطعيم جميع الاماكن التي كان مطلوبا فيها سابقا، حتى الجواز ديال التلقيح صافي اي تحيد ما يبقاوش يطلبوه. افهم الفهم. نزيد معكم الخبر الثالث. الخبر الثالث هو اللي قاصح شويه، هو كينيا، الاعلان عن تفشي الحمى الصفراء في كينيا. هذا واحد المرض يلا بان في كينيا، هذا الخبر يلا نزل بالضبط ما عندوش بزاف. 5 مارس اعلنت السلطات الصحيه الكينيه اليوم السبت، يعني السبت البارح، تفشي الحمى الصفراء وسط البلاد، حيث تم الابلاغ عن تسجيل 3 وفيات و15 حاله اصابه مؤكده. ما عرفناش هذه الحمى الصفراء عاوتاني اللي خرجت. وقال يعني واحد النائب ديال المدير العام ديال الصحه في بيان انه تم اكتشاف الحاله الاولى في 12 يناير الماضي في مقاطعه ايسيريو، يعني واضاف ان 15 مريضا ظهرت عليهم حتى الان اعراض المرض في هذه اللحظه، وهي الحمى واليرقان والم العضلات والمفاصل. هادشي كيشبهنا بحال كوكو 19، يعني الحمى العرق والم في المفاصل، يعني هادشي الله يسترنا ويستركم الا كان هادشي صحيح، يعني راه شويه صعيب. موضحا ان اصغر مريض يبلغ من العمر 11 عام، بينما يبلغ اكبرهم سنا 65 عام، هذا كيضرب الدراري الصغار والكبار، هادشي اللي بان لي هنا. وقد اصدر السلطات الصحيه تحذيرا يشمل المقاطعات يعني اللي هي 47 في البلاد، وحشدت موارد كبيره بما في ذلك كميات من المهرازات لمكافحه هذا الوباء، لا سيما في مقاطعه كذا وكذا والمقاطعات المجاوره. انا على ما بان لي من هذا الخبر فاش قريته، على ما بان لي على انه داروا هذه القضيه ديال الحمى الصفراء باش يلصقوا لهم المهرازات، هذه اخرى صدقوا. وانتم عارفين كينيا، شوفوا النسبه المئويه ديال المهرازات اللي عندها، ها وصل 6%. وعلى ما بان ليا هاد القضيه ديال الحمى الصفراء كلها باش انهم ياخذوا المهرازات، هادي خلاصه القول. وهذا الموضوع هذا ما غاديش نكمل فيه بزاف الخوت والخوات. هادي اخر الاخبار. نتمنى على ان الدول اللي بقات مازال ما رفعاتش القيود بحال ايطاليا وبحال المانيا رفعت النص ديال القيود والعديد من الدول الاوروبيه، نتمنى على انهم يرفعوا جميع القيود. وان شاء الله بحول الله مازال نتقاسم معكم بعض الاحداث او بعض الفيديوهات اللي هي حقيقة أضحوكة هاد العامين هادي اللي ضحكوا علينا فيها، والله العظيم إلا ضحكوا علينا بالمزيان، وجيت نتقاسمها معكم باش تعرفوا الشادة والفادة.
الخوتي والخواتات شكرا جزيلا للمتابعه، بارطاج لي لايك على اوسع نطاق، والمشاركه في القناه ذلك فضل وليس امرا، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.